أما الآن نبقى مع مناشدات من أهالي منطقة الدولة التابعة لقضاء الفاو جنوبية محافظة البصرة بسبب ارتفاع مناسيب المياه التي تهدد منطقتهم بالغرق. السلام عليكم ورحمة الله. الآن الدورة المكان الفداقية، طبعا هذه جنوب محافظة البصرة شمال قضاء الفاو، هذا الماء. طبعا هسه جو النهر تقريبا بسبعين سنتيمتر. اليوم الأحد طبعا هسه شوف 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 السيل جاي يقوى ما شاء الله. مناشدة الأهالي، هذه البيوت كلها هسه راح تغرق. اليوم 24/3 يوم الأحد